الو، اسمي اوروكا جينا وانا هون تساعدكم بتيرمينال. اليوم رح نحل دورة 2013 بالفيزيكس، هو ذاته الفيديو رح ترجعوا تلاقوه بالفرنسي. اذا عندكم اسئلة فيكم تسألوني بالكومنت، بليز اعملوا شير مع رفقاتكم تا يستفيدوا من هذا الشانل. اذا عندكم اسئلة اكيد انا مستعدة اساعدكم. اذا في دورة معينة حابين اني احل لكم اياها بليز ليت مي نو. فاول شغلة ما رح اقرا الجيفن لانه كتير طويلة، بس اللي صار هو انه عندي particle P1 عندها mass 0.2 kilograms، you have to convert it 200 grams to kilograms، وعلوها على حبلة، هي مربوطة بحبلة وعلوها على السيركل. يعني إذا طول الحبلة 1.8، radius هو 1.8 تبع السيركل، يعني الارتفاع كمان تبع الـ A0 with respect to الأرض هي كمان 1.8 meters. هلأ وقت علوها، هل يا ترى فلتوها ولا دفشوها لهيدا الـ particle 1؟ هن قالوا لي إنه في عندها في initial 8 meters per second، معناتها نحن it was launched, it was not released, it was launched، يعني دفشناها، it was pushed. وراح يسألوكم قديش الميكانيكال انرجي على البوينت اي زيرو. فأول شغلة بدكم تعملوها إنه الميكانيكال انرجي في بقلبها كثير أشياء، ياك في كاينتيك وفي نوعين بوتنشال. بهذا البروبلم بما إنه السبرينج منه دائق بالبوينت اي زيرو، سو ما في داعي نحط هاف كي اكس سكوير. يعني بس عندي ام جي اتش والهايت هي هلا قلنا ال بلس half mv سكوير. هلا نحن عم ندرس البارتيكل 1، يعني هون اكيد الماس رح تكون الماس 1 ومجبورين نحترم لهم التسميه تبعهم، والفي انيشال هي سكوير. And then I replace with the values، بيطلع لي ما تنسوا تحولوا الماس لكيلوغرامز divide by 1000، الجي هي 10 واللينث ال of the wire is 1.8 meters plus velocity initial is 8 square هي 64 بلا بلا بلا. المهم كلها على بعضها كالكوليتر بتطلع 10 جول. تاني سؤال بيقولوا لكم جيبوا لي ال velocity على point A. ما هو شو راح يصير؟ راح اقول له conservation of mechanical energy between A0 and A لل particle 1. ما حكينا عن البارتيكل 2 لانه بيفور ذا كولجن. هلا البارتيكل 1 كانت جايه تانجنت تو ذا سيركل الفيلوسيتي دائما، اوكي، وبدنا نعرف قديش هي هيدي الفيلوسيتي 1 اللي هي فيكتور جوينج تو ذا ليفت، اوكي. سو شو راح يصير؟ بقول لهم الميكانيكال انرجي از كونسيرفد بتوين بوينت اي 0 اند اي. ليش نقينا البوينت اي 0؟ لانه ما عندي كل المعلومات عنه. سو اللي راح يصير هو ميكانيكال انرجي على ال A سوري فوق، ما كان قصدي 0، كان قصدي A 0، alright؟ اوكي، بقول له الميكانيكال انرجي على ال A قد الميكانيكال انرجي على ال A 0، اوكي؟ يعني 10 جولز equals to، هلا لقيناها equals to على البوينت A ما في ارتفاع، يعني ال ام جي اتش شبهها تكتبوها وبعدين بتخشوها، اوكي؟ لانه الهايت از 0 بلس هاف ام في سكوير. هالمره الفيلوسيتي على البوينت A سميناها باللون الاحمر في 1، او اكشلي هو سماها، سو انا مجبوره احترم التسميه تبعه، اوكي. وال1 الام 1 هي 0.1، نص ال 0 سوري 0.2، نص ال 0.2 هي 0.1، يعني كلها هيدي الهاف ام 1 هي 0.1. إذا بدي أخذ 0.1 لتاني ميل كانت تايمز بتصير ديفايد، يعني ال V1 سكوير از 100، أوكي هذا سخيف، يعني ال V1 هي راديكال لل، كيف تشيل السكوير يا شباب؟ بعمل راديكال، سو ال V1 بعمل راديكال عن ميلتين بتروح السكوير، بدل لي 10 متر بير سكند للحفظ، وحطوها على الصورة. ليه؟ لأنه بعد شوي حنعوزها للكولجن. سو على الصورة ال V1 از 10، هذا بيفور ذا كولجن. هلا بس نحكي كولجن يا شباب وصبايا، المفروض نشتغل مومنتم 10 متر بير سكند، وتطلعوا الاكس اكسس كيف اخذينه. تو ذا ليفت از بوزيتيف، كل شيء جوينج ليفت بحط له بوزيتيف، كل شيء جوينج رايت بحط له نيجاتيف. بارت 2، نيم ذا فيزيكال كوانتيتي ذات ار كونسيرفد. عندي شغلتين، المومنتم، وبما انه هن قالوا لي انه بيرفكتلي الاستيك، بس تشوفوا كلمه بيرفكتلي الاستيك او الاستيك، يعني الكاينتيك انرجي اولسو از كونسيرفد. وكولجن يعني المومنتوم P اللي هو P equals M times B vector كمان conserved. So مين ال two quantities that are conserved؟ عندي شغلتين، kinetic energy
لأنه قالوا لي كلمة perfectly elastic. وتاني شغلة collision يعني المومنتم فيه هو constant. أوكي؟ كلكم تعرفوا أنه P اسمه momentum، هو درس حد ذاته بالميكانيكس، عملت لكم فيديو عنه، بليز روحوا رجعوا. momentum formula تبعه P equals N times V vectors. Kinetic energy is not a vector. Part B. Show that the magnitude V prime 2 of the velocity V prime 2 of particle 2 just after collision is 8. هون في عندي 2 unknowns. V prime 1 ما بعرفها بعد ما طجوا الطبتين ببعض ال 1 وال 2. شغلتين ما بعرفهم after collision. V prime 1 ما بعرفها وال V prime 2 ما بعرفها. That's why I need 2 unknowns. لكن I need 2 equations. اللي هن kinetic energy conserved وال P conserved. So بتقولوا لي M1 V1 vector equals هذا ال before لأنه ال M2 V2 هي 0 so ما في داعي نحطها okay رح حط 0 plus okay plus M1 V1 equals M1 after collision رح سميها prime ليش تميزها عن ال before plus M2 V2 بس after collision فبحط لها prime. They are conserved. So هيدي قلنا عنا 0. M1 V1 يعني 0.2. اوكي طلعوا لي فيها لل V1 رايحة left ولا right؟ left. So هي مع ال positive direction. بشيل ال vector وبترك محلها plus. ليه؟ لأنه رايحة مع ال positive. ال V prime 1 يعني بعد ما تجب بعضهم بال after ال 1 شو راح يصير فيها؟ حتطج لورا. So ال V prime 1 after يعني راح تكون going right. بينما الـ particle 2 حتكون حتندفش in this direction حسميها V prime 2 حتكون positive لأن رايحة مع الـ plus. So V prime 1 حتكون negative وما تنسوا الـ M1 صار تكون تحطوا محلها 0.2 حتى نحط أرقام. So كل شيء بعرفه وبقدر حط محله رقم هيك لحط محله رقم. الماس 2 هني قالوا لي وزنها 0.3 لأنه 300 grams is 0.3 kilograms. It's going with the positive direction of the x-axis, so رح حط لها positive. في شغلة إسا بعرفها اللي هي V1 من شوي عملنا لها calculation طلعت 10, so I can replace V1 by 10. Two unknowns ما بينحل. مشان هيك نحن رح نعوز لل V prime 1 بعرفها ولل V prime 2 بعرفها رح نعوز لكان الكينيتيك انرجي. هن زيتهم بس مع الهاف وMV square وكل شيء نيجاتيف بيختفي يعني بتصير. هاف هلا بما انه الهاف موجوده everywhere سو فيكم تشيلوها. ليه؟ لانه common factor للكل. سو اللي حاعمله اول شغله اني حشيل الهافات. الماس 1 والماس 2 بنعرفهم سو هيك رامين عشان نعمل لهم replace by 0.2 للM1 و 0.3 للM2. هلا بصف الجريد 10 وقت كنتوا بالسجود قالوا لكم انه كيف تحلوا سيستم وانا مش شغلتي هون بقى يعني صارت شغله ماث منها شغله فيزيك اني حل سيستم في بقلبه تو انونز هاي وهي بتحلوهم وبيطلع لكم قديش الفي برايم 1 والفي برايم 2 اوكي حاعطيكم الاجوبه الفي برايم 2 بتطلع اوكي مش شغلتي حل سيستم يعني انتوا بدكم تدبروا راسكم هني قالوا برهنوا لي انه بتطلع 8 بتطلع معكم 8 متر بير سكند اوكي احيان طريقه اني اعمل ريبليسمنت من الايكويشن 1 مشان تحلوا هذا السيستم حاعطيكم هون يو ريبليس في برايم 1 وبتاخذوا كل شيء لتاني ميل اوكي بتطلع في برايم 1 ايكوال شغله ان ترمز اوف في برايم 2 اوكي اتس ا فانكشن اوف في برايم 2 شغله ان ترمز اوف اوكي ذن يو ريبليس ات بتاني ايكويشن بيطلع لكم ايكويشن سكند ديجري ساعتها بتنقوا البوزيتيف انسر بيطلع لكم 2 سوليوشن لل V prime 2 ترجعوا اوكي هاي ال V prime 1 you replace by the expression in terms of V prime 2 بيطلع لكم equation second degree
with respect to B prime 2 ما تنسوا B1 معنا إياها هي تان. So لأنه أنا الوحيدة اللي بقيت هي B prime 2 آخر شيء حتطلع معكم 8 meters per second. بتنقوا positive answer. ليه؟ لأنه الماينس والبلس هني قدام ال V1 أو ال V prime 1 أو قدام ال V prime. ليه؟ لأنه بتاخذوها absolute value وبتحطوا condition أنه لازم تكون positive. هلا بدنا نبلش بالميكانيكال اوسيليتر. A horizontal spring S of negligible mass والستيفنس هي أكيد ال K يعني. عطيني إياها it's 120 newton per meter. It is connected at one of its ends, blah blah blah. وهون بدهم يعطوكم ليش مهم نقرا ال given لأنه حيعطوكم ال initial condition. So عم بيقولوا لنا إنه it moves horizontally until it hits the spring. B2 moves on the horizontal path AB until it hits the ring R at point O. B2 sticks at to R forming a solid P considered as particle والماس is 1.0. طب هلا من يوم وراح رح غير هون وتذكروا إنه بالبارت B إنه الماس is 1.2 كيلوغرام. بطلنا عم نشتغل على الماسات لقدام. والK is given. بس يكون عندي oscillator ويعطوني الام والك يعني صرت بعرف كل شيء عنه، بعرف البيريود وبعرف الفريكونسي تبعه. اوكي دغري بس يعطوني الام والك صار في طلع الاوميجا اللي هي راديكال كي اوف ام راديكال 120 ديفايدد باي 1.2 بتطلع راديكال 100. اللي هي 10. Units للأوميجا radians per second. قبل ما هني يسألوني عم بيقولوا لي write the expression of the mechanical energy of the system at instant t in terms of. اوكي الميكانيكال انرجي شو هي يا شباب؟ هي at any time t بس يبلش ما هي فلتت البارتيكل 2 راحت ضربت بالرينج وبلشوا يهزوا مع بعضهم هي والرينج to the left and to the right. اوكي لانه علقوا ببعض وبلشوا يهزوا left and right. روحوا حضروا الاوسيليتر فيديو بتفهموا اكثر. اوكي عامله بالميكانيكال بارت اذا بدكم فيديو خصوصي عن الاوسيليتر. فعندي شغلتين بما انه كل شيء هوريزونتال ما في داعي بقى احط ام جي اتش لانه الام جي اتش از زيرو. حيدلل لي at any point two types of energy اللي هن half mv square plus half kx square. لانه في سبرينج مجبور احط الهاف كي اكس سبرينج، ما في سبرينج ما بحطها، مثل قبل وقت كنا على البندلوم عم بتهز على الخيط ما حطيناها للهاف كي اكس سبرينج. ثاني سؤال دي رايف، إذا بتتذكروا بالفيديو تبعنا نحن دائما قلنا هودي هن الستبات. بما إنه ما في فريكشن، سو الميكانيكال انرجي از كونسيرف. ثاني سؤال بارت بي 2 عم بيقول لي جيب لي الديريفاتيف، سو الديريفاتيف از غانا بي زيرو. وبدي أعمل ديريفاتيف لهيدي الإكسبرشن. شو الديريفاتيف اوف شغلة سكوير؟ مثلا شو الديريفاتيف اوف اكس سكوير؟ بتقولوا لي 2x. بس إذا قلت لكم شو الديريفاتيف اوف يو سكوير؟ بتقولوا لي 2u تايمز يو برايم. يعني هون بدها تطلع شو الديريفاتيف اوف في سكوير؟ 2v تايمز v برايم. الهاف ام ما خاصة بالمشكلة لأنها تسي كونستنت. وهيديك الديريفاتيف تبعها 2v v برايم. لاف كي نفس الخبريه ما خاصه بالمشكل اتس ا كونستنت بتضل هاف كي. شو الديريفاتيف اوف اكس سكوير؟ بتقولوا لي 2x. لكم مضبوط 2x تايمز اكس برايم لانه انا عم بعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت تو تايم نوت وذ ريسبكت تو اكس. اوكي ما تنسوا كلياتها ايكوال تو زيرو. الهافات بيروحوا كومن فاكتور. ما تنسوا انا محل كلمه في بالميكانكس في ثلاث شغلات اكس وفي واي. اوكي بوزيشن وفيلوسيتي واكسلريشن. كل وحده هي الديريفاتيف للي فوقها. يعني الفي هي ديريفاتيف للاكس، يعني محل الفي في اكتب اكس برايم. هلا الفي برايم هي الاكسلريشن، يعني كم مره ديريفاتيف للاكس؟ مرتين، اكس دبل برايم. بقول له هلا الاكس برايم هي كومن فاكتور والهاف الهاف والتو بيروحوا بعض، بدلل لي اكس برايم كومن فاكتور بدلل لي 2 والهاف راحوا سوري، بدلل لي ام تايمز اكس دبل برايم
ها خطوا راحوا الاكس برايم طلعت لبرا بلس كي اكس. بس يكون عندي اكس والديريفاتيف تبعها بذات الايكويجن اوكي بسموها ديفرنشال ايكويجن. هلا الاكس برايم از ديفرنت ذان زيرو، ما معقول تكون هي صفر لانه هي الفيلوسيتي هي في ديو از فانكشن اوف تايم، وكلنا شايفين الاوسيليتر قدامنا عم بهز يمين شمال، ما معقول الاكس برايم تكون صفر، لكن البارنتيسز هي اللي صفر. وبالماث هيك مشان شويه استاتيك بيحبوا انه نعمل الاكس دبل برايم ما يكون في حدا قدامها، سو اي ديفايد باي ام افري وير بيطلع لي بلس كي اوفر ام اكس ايكوال زيرو. هذه هي الديفرنشال ايكويجن تبعي، لان هن طلبوا ديديوس ذا نيتشر اوف اتس موشن، لكن بس يطلع لي اكس دبل برايم مع اكس بسموه اوسيليتر يعني بيريودك موشن. نمبر 3، هيدي الديفرنشال ايكويجن معروفه بتشبه بالماث اكس دبل برايم بلس اوميجا سكوير اكس. شايفين لو في اكس برايم بدل اكس دبل برايم كان طلعت السوليوشن اكسبوننشال مثل ايام الالكتريسيتي، بينما بس يكون في اكس دبل برايم مع الاكس بتصير الانسر ايكوال زيرو، اكيد بتصير الانسر هي كوساين اوف ساين. That's why knowing that the solution is given by number 3, determine the values of x max and phi. هلا هون رح محل لوح الفئانة، اوكي الاصفر والاحمر، بس بدي اياكم تفكروا فيها هيك لدقيقة. كيف بجيب الـ x max يا شباب؟ لازم اشتغل على conservation of mechanical energy between two special points. وكيف بجيب الـ phi؟ دايما it's a hint كيف ببلش بالـ problem. الـ phi دايما بدكم تجيبوها بالـ تايم زيرو، يعني كنت تروحوا تفتشوا بقلب الجيفن ات تايم زيرو بدهم يعطوكم معلومتين مش معلومه واحده، واحده عن الاكس وواحده عن الفيلوسيتي. اوكي الاكس قديش والفيلوسيتي قديش، يا هات لمبر. اوكي سو اول شغله طريق الاكس ماكس بدي فكر بالconservation of mechanical energy وبقول له السبرينج عاطيني عنه معلومات at time zero it coincides with O the equilibrium position. اوكي يعني at time zero عندي شغلتين it is at equilibrium، بلشوا هم يسجلوا الفيديو انه الx is zero at equilibrium يعني الx is zero والvelocity هي 2 meters per second سموها هم v zero اللي هي الفي ماكس اكشلي. اوكي سو هيدا السبيشال بوينت عندك عنه كل المعلومات الاو، عندي الاكس تبعه والفي تبعه. بدي اقول له it is equal to هيدا البوينت رح نسميه شو بعرفني اكس ماكس. قد ايه بتكون الفيلوسيتي على الاكس ماكس؟ كلنا بنعرف اذا الاكس ماكس يعني الفيلوسيتي از زيرو. سو بدي اشتغل conservation of mechanical energy مره على الاو ومرة على الماكسيموم بوينت اكس ماكس. على الاو شو عندي معلومات؟ سو ميكانيكال انرجي على الاو وميكانيكال انرجي على الماكس يعني على الاكس ماكس. هلا هيدا الاكس ماكس فيكم تسموه شو بعرفني بوينت دي مثلا. اوكي سو بوينت دي. اوكي دي تبعي على الصورة طلعت بالخوف طلعت كأنها او ارجع اكتبها دي. على الأو شو عندي معلومات؟ في عندي MGH؟ No، عندي half KX square و half MV square. بس وحدة منهم صفر، مين وليش؟ على الأو الأكس هي اللي صفر. So بتشحطوها وبتحطوا محلها زيرو. بينما على الدي الأكس بالعكس هي ماكس. KX ماكس square. بينما الـ velocity بس تكون الـ x max الـ velocity شو بتكون يا شباب من دون تفكير؟ زيرو. طيب الـ half والـ half بروحوا بعض بدل اللي m اللي هي 1.2 كيلوغرام times الـ velocity اللي طلبوا اني الـ velocity given هي 2 سوري 2 سكوير، ما تنسوا الـ half راحوا بدلل equals half راحت بدلل k هي 120 والاكس ماكس بدي لاقيها. هندرد فور
اوكي، وراديكال تا مشان اشيل السكوير تلاقي الاكس تطلع 2 اوفر 10 هم 0.2 متر. اوكي طلعت الاكس ماكس. اذا بدكم فيكم تجيبوها ان سنتيمتر تايمز 100 لانه اتس ا براكتيكال يونت، يعني تقريبا قد مسطرة اللي بترسموا فيها مسطرة الخشب. المسطرة الكبيرة هي 30، الأصغر منها 5. ثاني سؤال، بعد الأكس ماكس لازم تلاقوا الفاي. دايما الفاي بدنا نستعمل التايم زيرو اللي هن ذكروا هيدي اللي كتبتها فوق. عندي معلومتين، الأكس قديش والواي والفي زيرو قديش. رح أمحل بالأخضر. ما تنسوا الأوميجا هلا لقيناها 10 راديانس بير سكند، خلوها براسكم لأنه حتعوزوها. سو لقينا كل شيء بقلب السوليوشن، لقينا الأكس ماكس، لقينا الأوميجا، دل علي لاقي الفاي. الفاي دايما دايما كيف بنجيبها؟ بشتغل at time equals zero. هترك الديفرنشال إيكويجن هون، أوكي، وفكر بالسوليوشن هني عاطيني إياها. أوكي، سو السوليوشن إز جيفن، x equals a، اتفقنا هلا لقيناها لل a 0.2 x max cosine radical. اوبس طلعت الكوساين. كوساين radical k over m كثير هينه هلا قلناها، طلعت كلها على بعضها 10 ماشي substitute يعني. والفاي بدنا نلاقيه، هاي الوحيد اللي لسه ما بنعرفه. بدنا نشتغل على time equals I replace بلو at time zero وقت ال time بيكون صفر ال x عم بتكون صفر كمان. zero equal طب كان فيها تكون رقم 0.2 cosine، راحت ال 10 تي لأنه time zero بدللي بس ال 5. على الكالكوليتر بلو أي مدى الكوساين بتصفر لأنه 0.2 ما إلها معنى، بتاخدوها لتاني مال صحيح يعني. أنا I have to find ال 5 focus بلو أي مدى الكوساين 5 صفر، بعمل شيفت كوساين 0 بيطلع لي على الكالكوليتر فاي ايكوال فاي اوفر 2. بقول له اور جواب الكالكوليتر الفا اور ماينس الفا اور في تو سوليوشن. في ناس بياخذوا بس جواب الكالكوليتر، هذا الشيء غلط. في عندي تو سوليوشن، كيف مثلا نحن وصغار قالوا لنا اكس سكوير عندها تو سوليوشن بلس 2 ماينس 2، نفس الشيء بالكوساين الفا اللي بتعطيني اياها الكالكوليتر اور ماينس الفا. هلا اي هي الصح وليش؟ هيدي او هيدي؟ بروح على الفيلوسيتي، بقول له الـ velocity is positive والـ velocity هي derivative للـ x. فليك شو رح أعمل؟ رح أكتب تحت الـ x derivative تبعها. شو الـ derivative of cosine يا شباب؟ minus sign. سو بتقولوا لي هي minus 0.2 ما خفها بالمشكل. الـ cosine شو بدها تصير؟ sine. اللي بقلب بطنه ما بيتغير، بضل كل حياته هو ذاته. بس عشان بدي أدفع ضريبة برا times u prime. يعني هي ساين وبقلب بطنها في يو، شغله معقده. اوكي؟ سو بقول له تايمز يو برايم. مين اليو برايم؟ مين الديريفيتيف اوف 10 تي؟ هي 10 اوميجا يعني. اوكي، شو بدنا بالفيلوسيتي نحن؟ اكس وفي، صح؟ الفيلوسيتي هن قالوا لي ات تايم 0 اتس 2، يعني قبل الايكوال بدي احط 2 ايكوالز ماينس 2 لانه 0.2 تايمز 10 هي 2 ساين. at time 0 بقلب بطنه للساين رح يضل لي بس 5. طيب هون عندي positive قبل الايكوال، equal negative times negative، يعني اجبار الساين 5 تكون negative. يعني اي هي accepted واي هي positive واي هي rejected؟ هات لنشوف. اذا قلنا ساين اول وحده ساين باي اوفر 2، بجربها على الكالكوليتر بكل بساطه، بركي طلع لي رقم ما بعرفه. اوكي بتطلع 1، يعني positive يعني rejected. انا شو بدي الجواب تبع الساين؟ يكون negative. بينما ساين ماينس باي اوفر 2 على الكالكوليتر بتطلع ماينس 1. اها انا بدي الساين تكون نيجاتيف ساين 5، سو هيدي اكسبتد. بتقولوا لي لكن الفاي هي ماينس باي اوفر 2 اكسبتد. اوه طلع وش شفير شوي. بعدين خلصت البروبلم؟ اه هي هي. سو بيطلع معكم انه الاكس هي 0.2 كوساين 10 تي ماينس باي اوفر 2. اوكي جايز، رح حل لكم كمان السكند اكسرسايز ان انذر فيديو. جود لك، بليز ليت مي نو اف يو هاف اني كويشن اند شير ذيس فيديو. باي باي.